أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن فتح المساجد والجوامع ومصليات العيد لصلاة العيد وفق نفس الضوابط والإجراءات التي تم اتباعها لصلاة الجمعة والتراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك، حفاظا على صحة وسلامة الجميع. ستكون للفئات التالية: الحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا بعد مرور 14 يوما على الجرعة الثانية، والمتعافين من فيروس كورونا، وذلك من خلال إبراز ما يثبت ذلك عبر تطبيق مجتمع واعي. كما أعلنت الوزارة ضرورة تطبيق الاشتراطات الخاصة بإقامة صلاة العيد، وهي تحديد الجوامع والمساجد والمصليات التي ستفتح لصلاة العيد من قبل إدارتي الأوقاف ويتم الإعلان عنها، بالإضافة إلى اختار إدارة الأوقاف لكل محافظة بأسماء الجوامع والمساجد التي تقع في نطاقها والتي ستفتح لصلاة العيد، وذلك للتنسيق فيما بينهما بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظام. ويتم فتح المساجد لصلاة العيد قبل الصلاة ب 45 دقيقة على أن تغلق بعد أداء الصلاة ب 20 دقيقة، كما يتم تنسيق أداء صلاة العيد في أماكن سكن العمال التابعة للشركات وتهيئة الساحات الخارجية من قبل الشركات وإرسال الخطيب من قبل إدارة الأوقاف. هذا ويجب ألا تتجاوز مدة الخطبة 10 دقائق مع التخفيف في الصلاة، بالإضافة إلى منع ترجمة الخطب أو الاجتماع بعد صلاة العيد والانصراف مباشرة بعد الصلاة. كما يمنع حضور كل من النساء وكذلك الأطفال دون 15 سنة لصلاة العيد. أيضا يجب تهيئة المساجد والساحات والمجالس التابعة للمساجد ومصليات النساء لأداء صلاة العيد للرجال فقط. كما يمنع النقل الجماعي للمصلين للمساجد والجوامع لصلاة العيد.